عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي. خدي، مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا، هو انا بقول لك دوا كحه؟ بقول لك رقاصه. ما اعرفش يا اختي باينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه ده ينيل عشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هللة وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل وما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. هللة ما تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضه يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط. كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبه ما بقتش كده. اللعبه يالا بتجد. اه، والغلطه بقت دفوره. بس انا مش مطمن يا خميس عمروتي. خد بالك، بصالي اللعبة دي عشان عارف ان انا في ظهري رجالة ورايا عزوة وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمة من بقه، وده كلب وقفش في عظمة مش هيسيبها بالساهل. ها، وانت لسه قايل الغلطة الوقت بفورة. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. انت عامل ايه في الجواز يا خير؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخير، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خالك اسد ولا معلوم اسد عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي. ايه يا فندينا، رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني.
اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 مطرح ما تروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك، لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى 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 المشوار. يا خلاص انت على طول نطت لي كده في وشي يا عم. بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك اساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسه في كف واحد يا عيون شوق، والنسوان زي ما انت عارف غلابه وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزه حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك ربي. انا مش عارف ليه انا توت منك يا ربي. صراحة يا ست مطر انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبي لي انا حكاية الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة؟ النتيجة مضمونة مية مية. اسألين أنا، أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم إيه باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين. وبعدين هي يعني الفلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عيشة من